أهلا بكم في مدرسة إبلا الدولية. نتمنى لكم عاما سعيدا ودوام الصحة والعافية. نسعى دائما بتوصيل رسالة المدرسة وذلك من خلال توفير بيئة محفزة لإعداد جيل قادر على التعلم والإبداع متمسكا بدينه وأصالته في ظل المشاركة المجتمعية الفاعلة. The school gives quality education by providing professionally equipped teachers capable on implementing school goals and objectives to produce globally competitive students, along with the use of the British curriculum. When I grow up, I want to become a teacher like my mom. To ensure the safety of our students during the pandemic, Ebla International School follows blended learning technique. It is a method of teaching which integrates digital media and technology in our classroom activities. أحب أن أكون طبيبة في المستقبل كي أعالج المرضى. أحب أكون بعض الصداع. أفيق في الصباح فأشرب الحليب وأكل التفاح فطعمه يطيب، فمن يكون مثلي يشتاقه للطبيب. تسعى مدرسة إبلا الدولية لزرع حب المعرفة والعلم لدى الطلاب من خلال استخدام الوسائل التعليمية الحديثة والتكنولوجيا لمواكبة تطورات العصر الحديث، مع الحفاظ على ترسيخ القيم العربية والإسلامية وتعزيز الهوية القطرية.